فالمسيح لما بيتكلم عن لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو تشربون أو بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم. فمكتوب إن هو يعلم احتياجاتنا، بيعرف إن احنا محتاجين للأكل والشرب، مش منصلي في الصلاة الربانية خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. الله بيسدد احتياجاتنا اليومية، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. قال داود عن اختبار: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير، لأن الرب راعي فلا يعوزني شيء. فلماذا نهتم والرب فعلا وعد بتسديد كل الاحتياجات، وعد يباركنا كل البركات، هو بالواقع باركنا بكل البركات الروحية والجسدية والزمنية، وكل يوم عم بيتعامل معنا بفرصة جديدة بأسلوب جديد بتميز جديد، لأنه كل يوم منستقبل من الرب وفعلا منكون في محضر الرب. فأنا بصلي إنه ربنا يباركك وإنك تتكل على الرب في حياتك وفي هذا اليوم، وتطلب ملكوته أولا في حياتك، وما تهتمش للغد، اهتم في يومك حتى ترضي الله وتمجده في حياتك.